توقفت حركة الشاحنات التي تحمل مواد إغاثية وإنسانية في محيط معبر رفح اليوم بسبب عطلة يوم السبت من الجانب الإسرائيلي، ولم تسمح قوات الاحتلال بعبورها إلى الأشقاء في قطاع غزة. وهذا وتستمر قوات الاحتلال في اتباع مسلسل التجويع من خلال تقليص عدد الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وأدوية في الوقت الذي يحتاج فيه قطاع غزة إلى المعونات لمجابهة الجوع والمرض. المزيد مع الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، لازلنا نتابع معكم كل تطورات القضية الفلسطينية بشأن حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم. اليوم هو يوم السبت وهي إجازة رسمية من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بدخول أي من الشاحنات المصرية التي تحمل مواد غذائية وإغاثية وأيضا مواد بترولية وغيرها من الإعانات والمعونات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. على مدار الأيام القليلة الماضية أو الأسابيع الماضية يعني كان هناك تعنت كبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت فيه عدد كبير من الشاحنات من دخول الأراضي الفلسطينية، والذي يعني هذا الإجراء يأتي من منطلق سياسة التجويع وسلاح التجويع الذي يتبعها الجانب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. نتحدث عن عدد قليل جدا وعدد ضئيل جدا من الشاحنات المصرية التي اتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم، نتحدث عن 20 شاحنة فقط أو 30 شاحنة على مدار الأسابيع الماضية. 30 شاحنة هي العدد اليومي الذي كان ينفذ من معبر رفح ويتجه إلى كرم أبو سالم، وبالتأكيد هذا العدد لا يرتقي أبدا إلى الاحتياجات ومتطلبات الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من نقص شديد في المواد الغذائية والطبية والدوائية والمعيشية، خاصة يعني في ظل انهيار المنظومة الصحية وانهيار البنية التحتية وتفشي الأمراض والأوبئة. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من مدينة العريش، وأعود إليكم مرة أخرى.